السلام عليكم ورحمة الله. لحظات مبكية نقل الفنانة ميرفت أمين في حالة من الانهيار العصبي التام، لحظة دفن الفنانة دلال عبد العزيز. هنشوف ايه اللي حصل واخر كلمات قالتها ولحظات مؤلمة جدا لدنيا وإيمي أثناء دفن والدتهم وأثناء الصلاة عليها. جنازة كانت كبيرة جدا، كل فنانين الوسط الفني كانوا موجودين، يمكن ناس كتير جدا كانت متواجدة وكلهم بيدعوا لها بالرحمة وبالمغفرة. طالبة من حضراتكم تدعوا لبناتها اللي في حالة من البكاء الهستيري لحظة دفن وتشييع الجنازة، نظرة من الاستغراب. صلوا على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام وادعوا لهم ربنا يشد من أزرهم ويقويهم على الموقف الصعب قوي اللي هم فيه. النهاردة نظرات دنيا وإيمي كانت كلها دهشة واستغراب، مش مصدقين اللي حصل، دموعهم أكيد مش هتسكت أبدا، لأن الموقف اللي هم فيه محدش يقدر عليه ولا حد يقدر يستحمله. الناس اللي بتدخل تتعلق وتقول إيه يعني مع واحدة زي أي ناس أو أي واحدة، احنا مش بنتكلم عليها كفنانة، هي على الرغم من طيبة قلبها واحترامها وعملها الخير، ولكن كإنسانة، إنسانة قبل ما تكون فنانة، إنسانة سابت بنتين بعد وفاة زوجها ووالدهم بشهرين. تخيلوا موقف قد ايه، حاجة تقطع وتقهر بجد، حاجة تقطع القلب. لحظة نظرتهم معهم ازواجهم بيحاولوا يتساندوا عليهم، وان شاء الله ان شاء الله يقدروا يعدوا الوقت ده على خير. كل الفنانين اعتقد كانوا موجودين، ولكن اللي شد انتباه الجميع كان هي ميرفت امين اللي كانت في حالة من الانهيار التام على صديقة عمرها، وقعت أثناء تشييع الجنازة، وقعت على الأرض وتم نقلها، والفنان حسين فهمي حاول يطمن الناس وقال هي دلوقتي موجودة داخل المستشفى، ادعوا لها لأن حالتها النفسية مش قادرة تستوعب وفاة صديقة عمرها دلال عبد العزيز. كانوا هما الاتنين بيساندوا بعض من بعد وفاة رجاء الجداوي، ولكن دلوقتي هتساند على مين؟ ميرفت أمين طبعا ربنا يشفيها، لأنها حاليا هي تعبانة وأكيد هتمر بأزمة صحية ونفسية شديدة جدا. يسرى اعتذرت زي ما حضراتكم جميعا عارفين عن حضور الجنازة. إلهام شاهين كانت موجودة، لقت بعض الانتقادات على قصة شعرها وشكلها، لكن هي جاية تقدم واجب، لازم هتقدم واجب في صديقة أو في زميلة عمل، فطبيعي إنهم كانوا يبقوا موجودين. أحمد زاهر وبناته بجد شدوا الانتباه لأن بناته كانوا منهارين وبيبكوا جدا، وكمان هنا الزاهد وزوجها كانوا متواجدين النهاردة. أعتقد معظم الفنانين كانوا موجودين وكلهم رسوا في رسائل الفنانة الجميلة دلال عبد العزيز. عمرو سعد كان منهار لأنه متواجد من الصبح من وقت ما كانت لسه في تلاجة الموتى في مستشفى الشيخ زايد، كان لسه متواجد، وبعد كده راح على الدفنة وحضر الجنازة وحضر الصلاة عليها، ومكان رافض تماما أي حد يعمل معاه أي لقاء تلفزيوني. كلنا عارفين أن كل الوسائل الإعلامية كانوا بيحاولوا يعملوا لقاءات مع الفنانين، لكنه رفض وقال إحنا في جنازة عيب، وفعلا معاه حق، إحنا مش رايحين نتصور أو نتكلم، إحنا رايحين نقدم واجب كلنا أكيد هيبقى لينا اليوم ده، لكل أجل كتاب. آخر كلماتها ربنا يديني عمري على قد صحتي، ربنا يرحمها، تعذبت في المرض، ربنا يجعله شفيع ليها. ادعوا لها وادعوا ميرفت أمين وادعوا لبناتها، ربنا يصبرهم على فراق والدهم ووالدتهم. ادعوا لهم كتير لأنهم في أمس الحاجة للدعاء. سلام عليكم ورحمة الله.